السلام عليكم متابعي قناة جديدة العروض، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غتشوفوا ثلاثة ديال التخفيضات، كل تخفيض تيتواجد بواحد الجهة معينة. غنحط لكم الخريطة بالضبط فين تيتواجد كل تخفيض، حاولوا تكملوا الفيديو. واللي بغى يعرف العروض الوطنية اللي غتكون الجمعة المقبل إن شاء الله غنخليها لكم في أول تعليق وغتكون في الوصف ديال الفيديو. واللي مازال ما اشتركش في القناة اشترك وفعل الجرس باش تصلوا ديما جديد، وضغطوا على زر الاعجاب باش تشجعونا نحطوا المزيد من الفيديوهات. ونبداو على بركه الله باول منتوج. بالنسبه للتخفيض الاول تيشمل هاد الفرن الكهربائي 10 لتر، الثمن ديالو 226 درهم، 4580 ريال. كاين هاد الفرن الكهربائي ديال ايتيمات 20 لتر، كان داير 799 درهم، دابا دايرين له 599 درهم، 12000 ريال. كاين هاد الغسالة ديال الأواني اللي دايرة 2199 درهم، 44000 ريال. بالنسبة لهاد التخفيضات راها متواجدة حاليا ابتداء من اليوم وغتستمر حتى 17 سبتمبر. كاين هاد الصالون ديال الحديقة اللي دايرين له 2196 درهم، 44000 ريال، ناقصين فيه 6000 ريال. كاين هاد الأرجوحة ديال الأطفال اللي كانت 150 درهم، دابا دايرين لها 90 درهم، 18100 درهم. كاين هاد المقلاة في ديمونسيون ديالها 40 سنتيم، الثمن ديالها 90 درهم، 18100 ريال، كانت 140 درهم من قبل. كاين هاد القوالب ديال الحلوى، ثلاثة ديال القوالب الثمن ديالهم 50 درهم، 1000 ريال، ناقصين فيهم 20 درهم. كاين هاد الخلاط كهربائي إينوكس، كان داير 110 درهم، دابا دايرين له 70 درهم، 14100 ريال. كاين هاد اللوح ديال التقطيع مع زوج ديال الملاعق، الثمن ديالو 30 درهم، 600 ريال. كاين ثلاثة ديال العلب من الزاج، الثمن ديالهم 70 درهم، ثلاثة بيهم 1400 ريال، كانوا دايرين من قبل 100 درهم، تيهزو يطرو و 100 مليلتر الوحدة. كاين هاد البلاطو اللي تيتوفر بشكيلات مختلفين، الثمن ديالو 40 درهم، 800 ريال، كان داير من قبل 1600 ريال. كاين هاد المصباح ديال الطاولة مزخرف بالتيليكوموند، الثمن ديالو 40 درهم، 800 ريال، كان دايرين من قبل 70 درهم. كاين هاد ثلاثة ديال القريعات من الزاج، 30 درهم، 600 ريال. كاين هاد المصفف ديال الشعر بالبخار اللي دايرين له 5000 ريال، الثمن ديالو الأصلي 250 درهم. كاين هاد الاحمر ديال الخدود اللي دايرين له 35 درهم، 700 ريال. احمر الشفاه 35 درهم، حتى هو 700 ريال. كاين هاد المزيد ديال الهالات السوداء 45 درهم، 900 ريال. كاين هاد الطلاء ديال الاظافر 260 ريال، 13 درهم. كاين هاد اللوحه ديال الظلال للعيون دايره 30 درهم، 600 ريال. قلم ديال العينين 12 درهم، 240 ريال. كاين هاد المزيل ديال العرق دايرين له 12 درهم، 240 ريال. كاين هاد الشامبو اللي دايرين له 20 درهم، 400 ريال. بالنسبه للجيل ديال الدوش حتى هو 20 درهم، 400 ريال. ماجون الاسنان 10 درهم. بالنسبه للتخفيض الاول تيتواجد تجزئه كريمه شارع العلويين حي الامل الجديده. بالنسبه للتخفيض الثاني حتى هو متواجد حاليا وغيستمر حتى 17 سبتمبر، اللي تيشمل هاد الغساله ديال الاواني، الثمن ديالها الاصلي 44000 ريال. كاين هاد الطابليط اللي حتى هي بالثمن ديالها الاصلي 30000 ريال، الريدمي اس او، فيها 4 جيجا في الرام و 64 جيجا في ستوكاج. كاين هاد الروبو اسبيراتور ديال شاومي، دايره
799 درهم، 16000 ريال، كانت من قبل ب20000 ريال. كاين هاد الدراجة الهوائية اللي كانت تحتها هي ب20000 ريال، دايرين لها 14000 ريال، 699 درهم. كاين هاد المجموعة ديال 4 ديال الرفوف من البلاستيك، الثمن ديال هاد الرفوف 90 درهم، 18100 ريال. كاين هاد الزوج ديال الطاولات اللي دايرين بزوج بيهم 120 درهم، 2400 ريال. بالنسبة للطول فيها هذه 68 سنتيم، وهذه فيها 58 سنتيم. كاين هاد 3 ديال الرفوف ومصباح من الفوق، ثمن 219 درهم، 4380 ريال. كاين هاد الآلة ديال الطبخ بالبخار 5 يطرو، ثمن 100 درهم، 2000 ريال، كانت دايرة 175 درهم، يعني ناقصين فيها 75 درهم. كاين هاد المنظم اللي فيه 3 ديال الرفوف، بالنسبة للطول فيه 76 سنتيم، والعرض 45 سنتيم، الثمن ديالو 120 درهم، 2400 ريال. كاين هاد الطاولة اللي فيها بلاطو، الثمن ديالها 150 درهم، 3000 ريال. كاين هاد الحذاء ديال الرياضة، كاين ديال العيالات وديال الرجال، الثمن ديالو 180 درهم، الثمن ديالو أصلي. كاين هاد الدراجة ديال توازن الأطفال الصغار اللي دايرة 120 درهم، 2400 ريال، كانت دايرة من قبل 200 درهم. كاين هاد الطاولة ديال الشاطئ قابلة للطي، فيها زوج لوينات، الثمن ديالها 100 درهم، ناقصين فيها 50%، كانت من قبل 200 درهم. بالنسبة للتخفيض الثاني تيشمل مجموعة من التخفيضات على الملابس النسائية كما تشوفوا، باش ما يجيش الفيديو طويل نحاول ندوزوهم بزربة. بالنسبة للعنوان فين تيتواجد هذا التخفيض، تجزئة الموحدين، مدينة جديدة. بالنسبة للتخفيض الثالث تيشمل هذا المكتب اللي داير 549 درهم، 11000 ريال، من الخشب، اللي جاي بالطول ديال 74 سنتيم، في العرض 90 سنتيم. بالنسبة للجناب 52 سنتيم. كاين هاد الصحنين ديال التقديم مع السيبور، الثمن ديالهم 100 درهم، 2000 ريال، كانوا دايرين من قبل 140 درهم، اللي فيهم زوج لوينات. كاين هاد العلبة ديال المناديل اللي فيها بزاف ديال الشكيلات، الثمن ديالها 40 درهم، 800 ريال، كانت من قبل ب50 درهم. كاين هاد مجموعة ديال الأواني للتقديم، 5 ديال الأوعية مع السيبور ديالهم، الثمن ديالهم 70 درهم، 1400 ريال، كانوا من قبل 100 درهم. كاين هاد الآلة ديال صرع ديال الفشار اللي كان 150 درهم، دابا دايرين لها 100 درهم، لا مارك ريكسون. كاين هاد الأكياس ديال التخزين مع المفرغة ديال الهواء، 4 ديال الأكياس، الثمن ديالهم 50 درهم، 1000 ريال، كانوا من قبل 90 درهم. كاين هاد القنينة ديال الماء اللي فيها 4 ديال الألوان، الثمن ديالها 20 درهم، 400 ريال. بالنسبة للكاباسيتي ديالها يطرو. كاين هاد القنينة اللي من الزاج حتى هي تتهز يطرو، الثمن ديالها 25 درهم، ديال الزيت، كانت دايرة من قبل 700 ريال. كاين هاد الوعاء ديال الخلط اللي دايرين له 25 درهم، تيهز زوج يطرو 200 ملل من بلاستيك. كاين هاد الصحن ديال السلطة اللي داير 15 درهم. كاين هاد الدراجة هوائية اللي دايرين لها 699 درهم، 14000 ريال،
كان اسم قبل بألف درهم. كاين هاد المظلة اللي كان اسم ب11000 ريال، دابا دايرين لها 8000 ريال. كاين هاد الفرن هوائي متعدد الوظائف، الثمن ديالو 799 درهم، 16000 ريال، كان من قبل ب1000 درهم، لا مارك ديال تشمان. كاين هاد الروبو اسبيغاتور ديال شيومي، الثمن ديالو 799 درهم، 16000 ريال، حتى هو كان من قبل ب1000 درهم. بالنسبة للتخفيضات متواجدة حاليا وغتستمر حتى 17 سبتمبر. بالنسبة لهاد التخفيضات تتواجد بحي المطار الجديدة، مجموعة الحديقة، قطعة رقم 14، يعني هذه الخريطة فين تتواجد بي. وإخواني أخواتي، إلى هنا ينتهي الفيديو. شكرا على المشاهدة. اللي مجرب شي منتج من هذه المنتجات يشاركنا التجربة ديالو، واللي عنده شي اقتراح للقناة يخليه في الخانة ديال التعليقات، وضغطوا على زر الإعجاب باش تشجعونا نحطوا مزيد فيديوهات. وشكرا على المشاهدة مرة أخرى، إلى اللقاء.